هذا وينضم إلينا عبر الهاتف من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة لإلقاء مزيد من الأضواء حول الجانب الاقتصادي. سيد نايل، هل لك أن تصف لنا مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية التي بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين قناتكم الموقرة. بالنسبة للوضع، وأولا أهنئكم أنتم قبل أن أهنئ نفسي بثاني من ديسمبر اليوم الوطني. شكرا. بالنسبة للاقتصاد بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، يعتبر اقتصاد قوي منذ نشأة مملكة البحرين، بعدما أنها كانت تعتبر أن بعدما كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، كان يريد أن تكون الإمارة التاسعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستقلت مملكة البحرين وكانت ربط اقتصادي فيما بينهم. فنحن أهل أكثر مكانة اقتصاديا، وهناك أهل وربط اجتماعي أكثر من أنه اقتصاديا. تعتبر مملكة البحرين اقتصاديا بين دولة الإمارات ربطها كبيرا بين الموانئ وأيضا النقل. لا ننسى أن مكانة البحرين بالنسبة إلى دولة الإمارات فهي تعتبر مكانة كبيرة، لأن توجد في البحر وتعتبر قريبة من الشمال بالنسبة إلى الخليج العربي. نعم، إذا من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة، شكرا جزيلا لك.